عمل الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. السلام عليكم جميعاً. في هذا العنوان نبدأ بتفكيك العنوان نفسه بسؤال حول ماذا نعني بالجماعات الإسلامية، لأن هنالك جدل في هذه المسألة التي اختصاراً يسمى الإسلاميين. هل نعني بهم حقيقة واحدة مهيمنة جامعة، أم حقائق وظواهر متداخلة وقد تكون متناقضة؟ الإسلاميون باختصار كيانات سياسية لها خصائص مشتركة يجمعها تيار عريض يسمى الحركات الإسلامية، كالحركة الأمة التي نشأت التي أنشأها الشيخ البنا في مصر، والحركات الشبيهة في البلدان العربية جمعاء، كذلك الحركات التي نشأت خارج دائرة الوطن العربي في تركيا، باكستان، ماليزيا، إندونيسيا، ثم التي أسسها المهاجرون العرب والمسلمون في الغرب عموماً وفي الولايات المتحدة الأمريكية تخصيصاً وأوروبا. ما الذي يميز تلك الحركات؟ ما الذي يجعلها حالة نموذجية؟ سمعنا حديثاً عن التنوع والتعدد واختلاف السياقات. هنالك على الأقل 4 أو 5 صفات وسمات تؤهل الحركة لأن تسمى أن تدرج في إطار الحركات الإسلامية الحديثة، أن تتبنى رؤية كونية شاملة لدور الإسلام في الحياة مصداقاً لقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن تتبنى أن تكون تجديدية، مركزية فكرة التجديد في الإسلام معلومة وهو الذي يميزها من كثير من الحركات الأخرى كما سأوضح، أن يكون لها تنظيم ديناميكي داخلي يحمل أفكارها ودعوتها ويحكم روابطها الداخلية. هنالك حركات دعوية ولكن ليس لها تنظيمات. من شروط الحركة الإسلامية الحديثة أن تكون لها تنظيم، أن تكون شورية وذات بناء شوري ديمقراطي داخلي حتى وإن لم تتبنى الديمقراطية صراحة في خطابها العام، ولكن أن تكون شورية في وأن تطبق الفقه الحركي، وهي كلمة تعني الفقه الذي ينشأ من الحراك التنظيمي والسياسي اليومي للجماعة. هذا التعريف مع محاولتي للإحاطة بما نسميه حركة إسلامية حديثة، لكنه لا يخلو من إشكالات إذا أنه يخرج جماعات مهمة في المجتمعات الإسلامية مثل الفرقة الصوفية وجماعات التبليغ والجماعات السلوكية بصورة عامة من تعريف الحركة الإسلامية. ومن ناحية أخرى الإشكال أنه قد يدخل حركة مثل السلفية الجهادية في تعريف الحركة الإسلامية. تقريبا في كل تجلياتها كما أشير وكما هو الافتراض القائم الآن من هذه الندوة الذي يبحث في كيف يمكن أن تكون الحركات الإسلامية فاعلة ومفيدة في ذات الوقت، في كل تجلياتها العملية تميزت الحركة الإسلامية بفاعلية عالية، تضافرت عدة عوامل لتضمن هذه الفاعلية. من ضمن ذلك من الأشياء التي شكلت الحركات الإسلامية وجعلت لها تعددية ملحوظة هي السياقات. ماذا نعني بالسياقات؟ السياق هو البيئة السياسية أو الحالة السياسية السائدة في وقت ما بكل ما تحمله من تحديات أو فرص أو مصاعب أو مخاطر، هذا هو السياق الذي نعنيه. معظم الحركات الإسلامية تشكلت من خلال بضع سياقات. حالة القهر السياسي هذه واحدة من أهم السياقات التي شكلت كثير من الحركات الإسلامية، ونقيضها طبعا حالة التعايش السياسي، وقد استمعنا قبل قليل كلمة التجربة المغربية وهي من التجارب التي نشأت واستمرت وازدهرت في ظل التعايش مع النظام القائم. تجربة أخرى هي التجربة الأردنية تقريبا التي اتسمت بالتعايش. التجارب الأخرى كلها لها حظوظ مختلفة في قضية التعاون مع السياق القهر السياسي أو التعايش السياسي. حالة التقسيم الطائفي التي نراها في بعض البلدان كالعراق وسوريا ولبنان أيضا سياق مهم جدا في تشكيل الحركات، لأنه سياق تطغى فيه اتجاهات القطيعة والصراع المذهبي الداخلي، وهذان السياقان سياق القمع السياسي والتقسيم الطائفي هم الأسوأ للحركات الإحيائية الإسلامية الإحيائية، لأنهما يشغلانها بنفسها ويستنفذان طاقاتها ومواردها في الأنشطة الوقائية بدلا من الأنشطة البنائية وتربية الذات والمجتمع. السياق الثالث يمثله المذهب الفقهي السائد في بلد ما، وهو أحد أهم عوامل تشكيل الطبع والمزاج العام في ذلك البلد، بما في ذلك التصور السائد عن العلاقة مع الحاكم والمؤسسة الحاكمة. وأيضا استفدنا من الإشارة في التجربة المغربية إلى هذه المسألة. ويمكن ملاحظة أثر المذهب بمقارنة منطقة نفوذ الفقه المالكي، حيث تسود التي أخرجت ابن رشد وأخرجت
ابن خلدون، ومقارنة ذلك بالمنطقة التي يطغى فيها الفقه الحنبلي في المشرق العربي. هنالك أيضا سياق مهم جدا طرأ مؤخرا، وهو سياق تولي السلطة، أي ما تفعله الجماعة بالسلطة حين تنالها، وما تفعله السلطة بالجماعة. هذا سؤال أيضا مهم. النتائج هنا متباينة إذا نظرنا في أربع تجارب إسلامية، هي السودان، مصر، وتونس، وتركيا، ونظرنا إلى فعل السلطة. ما ذكرته هنا تاريخ قد يبقى له بعض وزن في الحاضر، لكن السياق الأهم والأكثر حضوراً من تلك السياقات التي أوردتها، أكثر حضوراً ومعاصر، هو ما يطرحه بإلحاح المشروع الحضاري الغربي من أسئلة فكرية وفقهية وأخلاقية غلابة يقرع بها أبواب العالم الإسلامي. أهم تلك الأسئلة كما نعلم جميعاً تدور حول الحرية، الديمقراطية، الحقوق والحرمات، الحكم الراشد، نظم العقوبات، العدالة الاجتماعية، أوضاع المرأة، أوضاع الأقليات، قضايا العولمة، وبناء الدولة الحديثة ووظيفها والنظام العالمي. هذه الأسئلة والتحديات تضع الحركات الإسلامية في مفترق طرق، إما أن تجتاز اختبار البقاء الدارويني كما يقال، أو تزوي ثم تختفي. بجانب هذا العالم الظاهر لنا الذي يتكون من الحركات الإسلامية في سياقاتها المختلفة، هنالك عالم آخر خفي ومتزايل، لكنه بالغ الأثر في تكريس صورة خاصة به للحركات الإسلامية واستخدام تلك الصورة لأغراضه. هو عالم يقوم ويعمل خارج اختيارات الحركات الإسلامية ودائرة تحكمها. إنه عالم المؤسسات الأكاديمية والصحافة ومراكز البحوث الفكرية والاستراتيجية الحديثة Think Tank، لأن هذه المراكز وظفت ودفعت لها أموال طائلة جداً لدراسة الظاهرة الإسلامية، وهي خرجت بمخرجات جديرة بالنظر، وإن كان بعضها فيه انتقاد واضح. أشير هنا إلى التشابه بين في النقد لهذه الدراسات حول المسألة الإسلامية، والنقد الذي وجهه إدوارد سعيد في نقده لعلم الاستشراق في كتاب المشروق أورينتاليزم، لأنه وصف علم الاستشراق بأنه علم موظف لاستدامة السيطرة والهيمنة الغربية. علم الإسلاميات إنجاز التعبير الذي تقدمه تلك المراكز البحثية هو علم موسوم وموصوم بأن له هدف استراتيجي غير نبيل، وهو استدامة التفوق والسيطرة الغربية. لقد وقعت حركة البحث تلك في أخطاء علمية جسيمة، من أهمها ابتداع مصطلح الإسلام السياسي، وأنا أعلم أنني أخالف هنا كثير من الإخوة الذين يتبنون هذا المصطلح ويعتبرونه وافيا وشافيا في وصف الحركات الإسلامية، لكنه من حيث أنه أراد أن يوفر الباحث تعريفا وافيا لما يأتي من أعمال من تلقاء الإسلام والمسلمين، لا يحقق الهدف الأساسي من التعريف العلمي، وهو الفرز والتمييز بين المفردات والتسميات. هذا التعريف له القدرة على أن يجمع بين أسماء مثل راشد الغنوشي وأيمن الظواهري ورجب طيب أردوغان وأبو بكر الشيخ وزعيم بوكو حرام، كلهم في صدوق الواحد اسمه الإسلام السياسي، وهو ما سيؤدي حتما إلى إصدار أحكام إعدام جماعية لهؤلاء دون إعطائهم فرصة دفاع. من ناحية أخرى، هو تعريف سيدفع بالحركة البحث العلمي في الاتجاه الخطأ، كما نلاحظ في الاستجابات المتوترة لبعض الدول الغربية. الآن تجاوز كل ذلك، بعد مرور أكثر من 80 عاما على بداية نشأة الحركات الإسلامية، جرت أحداث كونية هامة جعلت الحقائق والمسلمات القديمة تتصدع وتتهاوى. انهارت الإمبراطورية السوفيتية، فأعاد ذلك تشكيل السياسة والنظام الأممي. رحل الاستعمار السياسي من الباب ليعود من النافذة بصورة أخرى ثقافية واجتماعية أشد وطأة على الشعوب. تراجعت الشعوب الإسلامية في مجال المعارف والتعليم والتطبيقات التكنولوجية، بينما تقدمت بأشواط شعوب وحضارات قديمة وجديدة. الثورة العلمية الوثابة التي تخط مسيرة الإنسانية الجديدة وتغير أحوال الإنسان وعلاقته بالكون باكتشافات واختراعات مذهلة في مجالات العلوم المتقدمة، تحديدا في مجال الذكاء الاصطناعي والخلايا الجذعية وتقنية النانو. وبينما ظل الإنسان آلاف السنين ينظر إلى السماء بنية التعبد، فإنه الآن ينظر في أغوار الفضاء بحثاً عن موارد طبيعية متجددة وعن كواكب ومجرات جديدة يستوطنها خلال 100 عام القادمة بما منحه الله من سلطان لذلك. في هذه الأثناء تجري تفاعلات مصيرية مهمة داخل بعض الحركات الإسلامية استجابة لهذه التحولات، تفاعلات ذات دلالات في الحاضر والمستقبل. الإسلاميون الأتراك قبلوا صراحة بالعلمانية بحسب تفسيرهم لها،
حركة النهضة في تونس اتخذت مؤخراً أولويات ومواقف وموجهات جديدة وجريئة استجابة لضرورات محلية لبناء الدولة التونسية. والتجربتان التونسية والتركية وأضيف إليها المغربية أيضاً مشغولة الآن بمهمة البناء الوطني أكثر من اهتمامها بعالمية الشعارات والتي كانت تطلقها الحركات الإسلامية من قبل. من المهم عند هذا المفصل أن نقدر ما ستحدثه هذه التطورات المنهجية في التجارب التونسية والمغربية والتركية من تأثير على الأفكار الرئيسية لحركات الأمة الأخرى. برغم عبوس التاريخ الذي شهدناه ورغم تربص الخصوم السياسيين، ما تزال حركات الإسلامية تملك الفرصة لتجدد وتنطلق من جديد لو أنها عرفت زمانها واستقامت طريقتها. هذا تحدي وجودي آخر يجب المراجعة والتجديد في 4 مجالات على الأقل. الأولا الأطروحة التجديدية الأساسية التي تميز بها الحركات دعوتها ومهمتها للإنسانية، ينبغي أن تقدم أطروحات توفر مكتسبات محسوسة لا وعودا مؤجلة. من الأجدى تبني قيم الإسلام الإنسانية الكونية Universal Values وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بدلا من الأطروحات الشوفينية. من البديهي أن حركات الوعي عموما ومن بينها الحركات الإسلامية عليها أن تدعم الاتجاهات والسياسات التي تحمي الحريات التي أضحت تتيحها نظم لا مركزية مفتوحة. الحرية لم تعد فرض كفاية تملكه الصفوة، بل هي فرض عين على الجميع. نجاح الحركات الإسلامية في أن تجدد التزامها نحو الحرية والديمقراطية كما تؤكد أعدائها ورفضها الحاسم للقمع والتجبر ومصادرة الحريات بأي رداء تدثر. ثانيا بعد الأطروحات التنظيم. التنظيم القوي مع الفكرة القوية الصنوان لا يفترقان، فالفكرة الجاذبة تظل حبيسة الأدمغة والعقول حتى تحملها أمواج من المؤمنين يبحرون بها وينشرونها في كل الاتجاهات. لكن التنظيم القوي لا يعني بالضرورة التنظيم العقائدي الصخري الذي ساد بين التنظيمات العقائدية وانتشر في القرن الماضي حين كانت الحركات محدودة العدد ومحاصرة بالعداء. التنظيم الناجح اليوم في عالم الحرية المنفتحة ولا مركزية الخبر والمعلومة والحقيقة العلمية قد يكون كتيار الماء في ميوعته وأيضا في قدرته على نحت الصخر وتشقيقه. التحدي الثالث هو تحدي المعارف وتطبيقاتها. كما هي كما وصفنا من أقوى أدوات التأثير والتغيير، ولعله من التوافق الحسن والملهم للمسلم أن يكون ابتداء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بأمره بالقراءة كأنما هي إشارة إلى حقبة جديدة للإنسانية تزهر فيها العلوم والمعارف وتنتشر. الدين الحق والعلم لا يتخاصمان بل يأخذان من مشكات واحدة، وسيكون نجاحا كبيرا لو الحركات الإسلامية لو استطاعت أن تنال الحقيقة العلمية الموثقة مكانها من استخلاص الأحكام في أصول الأحكام الشرعية. رابعا الاجتماع الإنساني سنة خلقية، والإسلام يدعو إلى الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن وإلى التعاون على البر والتقوى. ولم يكن العالم في أي حقبة من الزمان أكثر قدرة على تدمير نفسه مثل ما هو اليوم، وأمام الحركات الإسلامية أن تقود مهمة تشجيع الحوار بين الأقربين داخل البلد الواحد ومع الأبعدين. ومع الأبعدين من أهل البلاد والملل الأخرى، وسيكون من مصلحتها أن تعنى بمهمة الحوار الحضاري مع الغرب لتقوم العلاقات العالمية والنظام العالمي على العدل والسوية والتعاون على البر. وفي مناخ عدم الثقة والتوتر السائد، فإن في العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين على تلك الحركات أن تدعو إلى بينونة كبرى مع العنف غير المشروع وإلى مزيد من السلمية والمعرفية. الحركات الإسلامية أمامها بتجربتها المؤثرة الثرة أن تنفتح نحو المساهمة في تشكيل تيارات وطنية عريضة تعمل في إطار ديمقراطي سلمي بعيدا عن الحواف المتطرفة، وجدير بذلك إن حدث أن تصبح حركة ضمير متجذرة في مجتمعاتها وأن تصبح القوى السياسية والاجتماعية الرئيسية في مجتمع ديمقراطي معاصر. السلام عليكم. شكرا جزيلا. دكتور